أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كل الناس يحبون أن يربحوا، ولا يوجد شخص واحد يحب أن يخسر. كل الناس يحبون أن ينتصروا، ولا يوجد شخص واحد يحب أن ينهزم. الخسارة مرفوضة عاطفيا، وكذلك الهزيمة. والخسارة والهزيمة لم تكتبا على بني آدم. ربنا عز وجل خلقنا لكي نربح في هذه الحياة، بل خلقنا لكي نربح عليه، وهو القائل في حديث قدسي: يا عبادي إني لم أخلقكم لأربح عليكم بل لتربحوا علي. لكن الخسارة في بعض الأوقات هي طريق للربح، كذلك الهزيمة قد تكون للانتصار، تكون طريق للانتصار. الفشل في بعض الأوقات هو طريق للنجاح، لأنك من دون الفشل لن تتعلم الوقاية من الفشل، ولن تتعلم الطرق الجديدة لإحراز النجاح. شايف الطفل يوم اللي يبدأ يتعلم المشي يسقط مرة ومرتين وثلاث وأربع حتى يتعلم المشي، حتى يتعلم كيف يحافظ على توازنه، وكيف يتجنب أسباب السقوط على الأرض. فبالإضافة إلى أن الخسارة تعلم المرء الشيء الكثير، كذلك الهزيمة فإنها تدفعه إلى التعود على العطاء. نحن لم نأتي إلى الحياة لكي نأخذ فقط ونربح من الآخر، أحيانا جئنا لكي يربح الآخرون منا. يعني أحيانا أنت لازم تربح، أحيانا لازم تربح. ليش تريد دائما تربح؟ خاصة إذا كان على حساب طرف آخر، خلي ذاك يربح عليك. أليس نحن نربح على ربنا ولا يربح الله علينا شيئا؟ خل نتعلم من رب العالمين ونتخلق بأخلاقه أن نربح الآخرين وليس أن نربح فقط. في حديث شريف وغريب في الحقيقة، ربنا يقول: يخدعني العبد فأنخدع. يعني يحاول يخدع ربه، الله مع ذلك يتقبل من عنده، يسوي نفسك أنه انخدع، كما تفعل أنت أحيانا. ابنك يريد يخدعك فتسوي نفسك إيه انخدعت، يريد يركب كلاوة عليك، طفلك الصغير يعني، تسوي روحك إيه كأنه انخدعت، يروح يضم نفسه وأنت شفته بس تسوي نفسك كأنه ما شفته. مثلا نحن جئنا إلى الحياة لكي نعطي أيضا ونربح الآخرين كما جئنا لكي نربح. من هنا فكما يجب أن نتعلم كيف نربح، لابد أن نتعلم كيف نربح. وكما نحب أن ننعم بالنجاح، لابد أن نعرف كيف نتحمل نتائج الفشل لمصلحة الآخرين في النجاح. ألا ترى أحيانا كيف أن البعض يتظاهر بأنه شخص بسيط يمكن أن يخدعه الآخر، وأنه مستعد دائما لكي يتنازل ومن هذا الطريق يربح؟ في علم السياسة كثيرا ما يتناطح الأقوياء فيما بيناتهم، كل واحد يريد هذا الموقع يستغله. لما ما يقدرون على بعض يجون على طرف ثالث ضعيف في ظاهر الأمر، بسيط في تفكيره، فيقبلون عليه ويقبلون به حلا وسطا،
حتى ذاك ليصير بيده هالموقع، وهو همات ما يقدر ياخذ هذا الموقع، يقول خلنا على حل وسط فلان. دائما الحل الوسط هو من بين الناس البسطاء في ظاهر الأمر أو الضعفاء في نظر الطرفين، يختارون هذا لا لشيء إلا لأنه مستعد أن يتنازل للطرفين ويعطيهم ما يريدون. أنا ملاحظ أن أغلب العظماء في التاريخ كانت عندهم نوع من أنواع البساطة. البساطة مو يعني الخبل، مو يعني البله، ما كانوا من البلهاء، لكن كانوا من النوع الذين إذا اقترح عليهم شخص اقتراح جيد قبله، كانوا من هالناحية طيعين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو السيد الأنبياء وسيد من خلق الله كان يستمع إلى من يعطيه باقتراح معين، وكان بالنسبة للإمام علي سلام الله عليه بالذات يستمع إليه، حتى اتهمه البعض بأنه أذن ويقولون أذن، قل هو أذن خير لكم، أذن مبالغة من كثرة ما كان النبي يسمع ويقبل. هذه البساطة هي التي يعبر عنها بالطيب. النبي كان طيب، مو كان بسيط بمعنى غير الطيب. ومن هنا فإن على الشخص أن يكون دائما من النوع الذي يتقبل ما يجري عليه، حتى إذا انهزم أمام العدو فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا. يعني إذا أنت فشلت في أمر من الأمور ما لازم تنهزم نفسيا، الفشل طريق النجاح، كما أن الخسارة طريق الربح. ضعيف ليصير، استكانة ليصير عندك، وهن ليصير عندك. أصحاب الأنبياء هكذا كانوا، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، لكن ما وهنوا لما أصابهم، ما ضعفوا أمام ذلك، انهزموا، بس الهزيمة ما كانت نهائية، لأن نفوسهم لم تنهزم، أجسادهم انهزمت، أراضيهم خسروها مثلا، مغانم تركوها للعدو، لكن نفوسهم بقيت متوكلة على الله ولم تنهزم. يقال هنا أن جحا كانت سياسة قائمة على إظهار الطيب وعلى بيان كأنه الآخرين يقدرون يكسبون من وراه، ومن هالطريق كان يكسب معيشته. كان يذهب كل يوم إلى السوق ويقوم بدور المغفل، حيث كان الناس يقدمون له قطعتين من النقود، إحداهما أغلى من الثانية بعشر مرات، يعني مثلا إما 10 فلوس أو 100 فلس أو 10 دنانير أو 100 دينار، كانوا يعطوه يقدموا له عملتين، عملة 10 دنانير أو 10 فلوس أو عملة 100 دنانير أو 100 فلس. كان هو دائما يختار الأقل قيمة، فيضحك عليه الناس لاختياره ذلك بدل اختيار العملة الأكثر قيمة. يوم الأيام واحد من المرة قال له تعال جحا، يوم اللي يقدموا لك هالنقود اختار الأكبر مو الأصغر، وقام يعطيه علامة الأكبر. يفكر أن جحا ما يعرف، ما يقدر يميز. قال له ليش اختار الأكثر؟ قال تحصل على مال أكثر والناس ما يضحكون عليك. جحا ضحك، قال ربما يكون الحق معك، ولكن لو أنني كنت أختار القطعة الأكبر مرة واحدة فإن الناس لم يكونوا حينئذ يقدمون لي في المرات القادمة أي نقود، وأنت ما تعرف كم أنا جمعت من النقود عن طريق التظاهر بقبول الخسارة أو بالتظاهر بالغباء واختيار العملة الأقل قيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.